بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بارئ النشم والخالق من عجم ومفيض النعم ومانح القشم والمعلم باللسان والقلم ومنزل الأحكام ومرهم الحكم له الحمد من أول وقدم وله الشكر إذ هو مول النعم بعث إلينا رسول من أنفسنا عربا وعجم أنفس العرب والعجم فعلم وتمم وبين وهجم وما تلعجم صلى الله عليه وعلى آله. شهد الله له بأنه على الحق المبين وأنه يهدي الصراط المستبين المستقيم وأنه على خلق عظيم وزاد تعالى فخلد على لسانه وببيانه وحيا أهدى إلينا الاستبصار كاملا والتبصير متمما هائلا وزاد فكلفه أن يعلن قائلا هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. اللهم صل عليه صلاتك التي صليت عليه وسلم عليه سلامك الذي سلمت عليه وجعلنا من خير المصلين والمسلمين عليه وجعل صلاتنا عليه وصلت للمكرمات والمبرات ومنجاه من الافات في المحيا والممات وفاتحه للانوار مخرجه من الظلمات ظلمات الوهم والاثم والظلم. اللهم انك انت النور فنور بصائرنا بنور معرفتك وانت الحق فثبت اقدامنا على صراط هديتك وانت الغني فاغنى بك عمن سواك. عونك اللهم فيما نحاول وعفوك أنزل للمداخل ومددك الممدود لكل متعرض متوسل شائل. وبعد فلا يزال القول موصولا بأبواب التقدمة أو فصولها لأن بعضها متفرع عن بعض في أسباب الفصول منها بالأبواب ويسمها أبوابا. فصول محرر الوجه المحرر لابن عاصية هذه الفصول اللي عدتها تسعة حصرا والتي نبنا على عناوينها باختزال فيما سميناه بلمح النظم حين قلنا من يقرأ فضل له تدبر يقربه مراتب أحرفه مكتتبه معرب إعجازه والأدب ثم الكتاب تلك تسع تطلب له الجميع أن يقف طالب التفسير على هذه الأبواب والفصول والمباحث. لماذا؟ لأن بعضها يعتبر مشوقا مشوق هذا العلم أو نسميناه تحفيز مباحث التحفيز وحفزه مباحث مميزة ومعاني التمييز تحقيق وتدقيق تحقيق في فصول لا بد أن يعرفها طالب هذا العلم لما يتعلق مثلا بحروف القرآن وبطبقات المفسرين ومن أين يؤخذ التفسير وبالتالي مناهجه المتعاصي لهذا التفسير وحدود القول بالرأي فيه أزل يدك وحدود القول فيه بالرأي ومعنى الرأي في مثله مباحث ضرورية ووجود بعض المعرب الذي ليس عربيا بالأصالة والوضع الأول في الكتاب مع أنه كتاب عربي كيف نقف من هذه المباحث وكيف نضعها حيث ينبغي أن توضع. وهي مباحث بالطبع وإن نصت على المهم في التقدمة فإنها ليست متممة فنحتاج إلى تكملتها بفصول أخرى من مقدمات العشر لصاحب التحرير طاهر بن عاصم والتي من أهمها مبحثه في أغراض المفسر أغراض التفسير مقاصد التفسير ومبحثه في المراد من ألفاظ الذكر حين تكون محتملة وواسعة وشو كل مراد لله أو البعض أو الراجح عند مجتهد أو عليش أن يحمل اللفظ في الكتاب أو النظم في الكتاب حين يكون محتمل الدلالات ومتعددها أيكون الكل مطلوبا أم بعضه فقط ونترك للاجتهاد المجتهد بشرطه أم ماذا هناك. وقلنا بأن هذه الأبواب نظمها على تنظيم أو
على وجه فائق في الترتيب. هذا عادة شعيب مشينا في مراعاش تناسب، فقدم بين بحثي الفضل، فضل الأصل اللي هو القرآن، وفضل التفسير الذي هو فرع عنه. يعني فضل التفسير هو من فضل الأصل، هو من فضل الكتاب. لو لم يكن الكتاب كلام الله لما كان التفسير الذي هو فهم خطاب الله بالمكان الذي ينبغي أن يكون فيه. ثم قال سيدنا الحافظ الديريني رحمه الله: وعلم تفسير الكتاب أعلى ما يعتني المرء به وأجلى، لأنه فهم خطاب المولى، فكان أوفى مطلب وأولى. أوفى مطلب، أوفى ما يطلب وأجمع ما يطلب هو علم تفسير هذا الكتاب. ومن ثم حين ذكر علماؤنا علوم القرآن المتصلة به ورتبوها، جعلوا في صالحها شيء علم التفسير، وقالوا إنه العلم المقصود لذاته وبقيتها مقصودة له، فصارت فروعا. اعتقلوا علم الحديث كله مطلوب للتفسير، لأنه كما قال الشافعي: السنة شارحة الكتاب لا تخرج عنه بحال، هكذا يقول. وحتى من توهم الانفصال في بعض الجزئيات فما فهم معنى قوله الشافعي رحمه الله أن مجملها شارح للكتاب أو أنها كلها مبينة للكتاب. وسبق أننا في فصل الفضل، فضل الكتاب، أن هذا الفصل ذكر فيه مبحثين: ما يرجع لفضله هو، أي فضل تحصيله وفضل توصيله وفضل التغني به وفضل ترجيله وفضل الاعتناء به، ثم خصص فضلا وهو الأهم صور الاعتصام بهذا الكتاب، لأنه بدون اعتصام أي معنى للاتصال بهذا الكتاب؟ يقول: لا تعتصم به، لا تعمل به، لا تتمسك به، لا تدعو إليه، لا تنشر مكارمه فضائله ما جاء له، فأي معنى للدعاية الفضيلة؟ ففضيلة تعلمه وتعليمه إنما هي للغرض الأوفى، وهو منها تدبره ثم تذكر ما فيه وتأثر به ثم تبلغه للناس ونشره لكي يتذكروا ويتدبروا ويزدكروا ويزدجروا وما هي لديك من أجر. كتاب نزلناه إليك مبارك، يعني جامع للخيرات، لأن البركة الخير النامي الكثير المضطرد، وهي خيرات خاصة. ليش؟ ليستخرجوا هذه البركات منه بالأول بالتدبر، ثم بالتذكر الذي هو ثمرة التأثر، وبقية ما يترتب عليهم وفروع عن هذين: الفهم والتأثر بالكتاب، تدبر والتأثر، وبقي فرع عنه. الإنسان حين يتأثر بذكر البالغ التأثر بحسب تأثره يكون تمثله، يكون امتثاله، يكون تحمله في الأبواب كلها التي هي أبواب خجمة هذا الكتاب، وتعاصي مع ما يدعون إليه من الهداية. هذا الفصل على صغاره جمع أحاديث وآثارا وأقوالا لعلمائنا، كلها تشيد بالكتاب في جانب من جوانب أو بشكل كلي، وصدر بما جاء في الباب مرفوعا. وسبق قلنا بأن باب الفضائل لا يشترط فيه الصحة التي تشترط في باب الأحكام تفسير، وروينا لكم: أروي الضعيف لا إذا يشتد في الوعظ والفضل وقص عد. هذه ثلاثة أبواب لا يشترطون فيها من صحة ما يشترطون في العقد وفي التفسير وفي الأحكام، ثلاثة في العقود يعني العقائد، في العقد وفي التفسير وفي الأحكام، فإن هذه يطالبون فيها بصحة الحديث وأقلها درجة الحسن لغيره، الحسن لغيره. فجاء حديث الحارث الأعور، هو حديث علي، قلت، ولكنه نسب لمن عليه المدار في الغالب، لأن الحديث ينسب للراوي مباشر أو ينسب لمن عليه المدار إذا تعددت الأحاديث فدار على حديث ما ولو تأخر. قالوا في حديث الحارث وحديث علي، علي الذي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب رواية الترمذي، وهو حديث الذي ينص على أن القرآن هو المخرج من الفتن والنجاة من الفتن. هذا الحديث اختلفت ألفاظه، ولكن اختلاف لا يضر،
جاءت كأنها رواية بالمعنى. من نجاته يا رسول الله من المخرج من يده الفتن؟ معاني شواهد مثل هذا. وجزت رواية بالمعنى لعالم بما يحيل المعاني. هل هي خاصة بهذه الصحابة من دونهم؟ هذا ما دام يبحثون في علم المصطلح معروف. وقلت أنا إن شاء الله في عناوين صغيرة من لمح الفضل في جميع لمواد أو جل مواد هذا الفصل قلت فيها. وخذ عناوين بفصل الفضل مذكرات حائزا للفضل هو المخرج العروة منبع العلوم مأجور تاليه وعصمة تدوم لسيمل مثنوي الاعتبار حامله الوارث مصطفى خيار وشفيع وفضل ربي وله تنزلت ملائك تجله وألحق المهر بالقرآن بما ملائك كرام الشاني فاعتصما لا تهجرا لا تهجر لا تضيعي حقوقه تلفه خير شافعي قوم أقم أدم له وذكري به الأناس وبختم استغفري فقد أتى عن يوسف بن أصماص إذا ختمت استغفرا من انفراج. هذا ختمت يعني معظم المواد التي سبقت فيها آثار وأحاديث مرفوعة وكلمات لسلفنا في فضل الكتاب. هو المخرج حديث الترمذي وفي بيان المخرج في نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم من علم علمه صدق من علم علمه صدق ومن قال به سبق علم علمه سبق ومن قال به صدق ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط المستقيم. كانوا يبينون كيف الخروج من الفتن التي يضيع فيها المفتاح. المفتاح الأول العلم، ثاني الحكم، والثالث ثبات على هذه الهدايتين هداية العلم وهداية الحكم ثبات عليهم ويهدي. إنه لا يقال ثم اهتدى إلا إذا ثبت على الهداية استمر فيها مترقيا. إذ قد يعلم الواحد ويستقيم ولكن لا يثبت على هذه الاستقامة ولا يرتقي فيها فلا يكون لهذا الابتداء شأن، لأن الشأن في الثبات وفي الارتقاء. هو المخرج العروة، العروة أثر أنس في تفسير قوله تبارك وتعالى فقد استمسك بالعروة الوثقى قال الكتاب، وهو المعني في قوله تعالى اعتصموا بحبل الله جميعا قال قتادة حبل الله القرآن حبله القرآن. وفي رواية شرح ذلك من أثر بعض الصحابة ورفعها بعضهم إن هذا القرآن سبب أي حبل طرفه بأيديكم وطرفه بيد الله. جاء التمثيل هي تمثيل المعاني بالمحسوسات والمباني حتى تتضح لشاشة العقل طرفه بأيديكم وطرفه بيد الله فاستمسكوا به فإنكم لن تضلوا. العروة وعروة الشيء ما منه يؤخذ مما يستوتق منه غاية. عروة الكوب كوب للكأس العروة هي ما منه يؤخذ وهي أحسن ما أخذ الكأس. قد تأخذ الكأس دي العروة من جانبه تأخذه من فوق تأخذه من تحت ولكن أوتق ما تأخذه إذا أخذته من عروته التي هي وضعت أساسا لأخذه فهي العروة. كانوا يقولون يعني يا عروة لا يجري عروة تصيب منها مأخذة من عراه يعروه إذا أصابه إلا تراك بعض آليتنا أصابك فالعروة من الاعتراء اللي هو إصابة الشيء كأنك حين تأخذها من مأخذه أصبته وأدركته وحصلته فقد استمسك بالعروة مأخذ الكتاب. وهذا الاستمساك أيضا صريح في قوله تبارك وتعالى يعني الفضل هذا واسع لا حدود لي. وقد أتت في فضله في قوله أشاروا لست في بحملها أسفاروا معنى أسفار له شرحت ووضحت وبسط القول فيها ماشي من حيث فقط عددها ظاهرة. من هذا الحديث هذا حديث الحارج كم تحتاج إليه من تفسير القرآن كله من حكم به عدل بين وجوه الحكم وكونوا عادلة بين الأحكام وبين وجه العدل فيها كم تحتاج إليه. وفي نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم
كم تحتاج للقصص الواردة في أنباء من قبلنا وفي أنباء الغيب اللاآتية؟ كم إلى كم تحتاج لإيضاح مثل هذه الأمور؟ قال تبارك وتعالى: والذين يمسكون بالكتاب ويقرأوا شعبه. يمسكون، مسك هي أخذ بالعروة، وأمسك إذا أخذ به من أيين. وفي الحقيقة أيضا يمسكون بالكتاب شعبه عن عاصم، يمسكون بالكتاب غيره واحتفرد بالشعب، يمسكون يقال أمسك ومسك كأوصى ووصى وأمتع ومتع. وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فالمصلح في تعريف القرآن هو المستمسك بالكتاب المقيم للصلاة. أقام الصلاة وهي صلة من الله جاء بها على الوجه الأكمل، وتمسك بالكتاب فأقامه في نفسه وفي الناس. إقامة الكتاب وإقامة الصلاة هذه صلة بالله، هذه صلة. وحكم ما بينكم حتى في المسائل الفردية، الأحكام التي تخصك، تحكم العائلة، بيني، حكم بيني، حقوقك على الآخر وحقوقه عليك، حكم ما بيننا، حكم الجوار، أحكام بينية، حكم العلاقات، أحكام بينية. شنو نقول الحكم تيبان لنا غير النظام الفوق فقط، كان السياسة قول بتنا، الصحافة تغسل الصحافة وذلك الشيء، دخلاتنا في هذه البوثقة خاصة، تفسيراتها تمشي لك شيء دائم، معناها شيء كله دخل، كما دخل حكم العلاقة بالراعي والراعي، دخل إذن رعاية شؤوننا البينية، بالوالد وولده، حتى بين الزوجة حين تطلق وبين مطلقها، الحدود والأحكام، تسريح بإحسان، وضوابط الإحسان حتى في الفصام. مراعاة حقوق الله، ولا فرضنا في الحقوق الخاصة فالحقوق العامة أنا شد، ومنهزم في المعارك القريبة، منهزم في المعارك البعيدة من باب أولى. اللي في معركته مع نفسه فشل فيها، معاركه مع الغير كيف غادي تكون؟ فاضحة. ولكن هذا القياس ما عندناش، حنا دائما عيننا تتشوف الآخر وما تتشوف أنا، وشي يقولوا بأن العين لا ترى نفسها. شو تقول شي عيب؟ هذا عيب سمتي بيشوف عينيه بعينيه، خصو يشوفه بعين الآخر، ولا تتبدا المشكلة، لأن عينك بعينها معجبة، فلا بد من أن يراك غيرك كي يقومك. هو المخرج والعروة منبع العلوم، منبع العلوم ترجمة للأزهر الذي جاء فيه قول سيدنا عبد الله بن مسعود: من أراد علم الأولين والآخرين فليثور القرآن. يثور، والتثوير نوع من إشارة بقوة، ثور كأثار قبيلة، أمسك ومسك، أثار وثور، أوصى ووصى، ثور بالغ في الإثارة، والإثارة التحريك بقوة. وش معنى تحريك الكتاب؟ يتحركه يعني، دي معاني. حرك النظر فيه تدبرا، استخرج علوم الحكمة، وحركه تلاوة فتغنى ودعا بمجرد التلاوة. أنا مرة سمعت قارئ يقرأ، كنا في مباراة دولية، وسمعت قارئا حفظ القرآن في أمريكا، أمريكي الجنسية عمره 13 سنة، ابكى الناس كلهم في الحرم بدون استشارة، بدون أن يستشار مع نفسك هل ابكي ولا ابكي. فقلت لوالدي وكان أسمر سود، قلت له ولد، قال لي أنا أعاني منه يعني عربيته ضعيفة، وحتاج، قلت هذا لا يحتاج إلى شيء، هذا يدعو إلى الله بصوته فقط، لا يحتاج معه إلى تفسير، والله هذا الذي قلته أنا إج، وأنا أحس به والناس معي يحسون، هذا يسمعه الناس. واستحضرت رواية لسيدنا ابن الجزري رحمه الله في الحديث عن شيخه ابن الصائغ، وأنه كان مرة يصلي في التراويح فقرأ: ما لي لا أرى الهدهد، وكررها ثلاثة، فإذا بالهدهد يقع على رأسه، سمع صوته، وصل هذاك الصوت وفهمه جنزل آية من آية الله. وذكر هناك
من آثار الصوت الحسن، لأن الله سمع فضل ولقد آتينا داود منا فضلا، قال صوت بالزبور بتلاوة الزبور، فالله سمع فضل، هذه التلاوة فضل لكانت بشرطها. وقال إن هناك من القراء أسلم اليهود في مجالسه، أسلم اليهود بمجرد سماع الذكر من أفواهه، هذه حكمة الله في هذا الكتاب. اقشعروا من جلود الذين يخشون ربهم، ماشي يخشون فقط يعني استكملوا الخشية، شيء جاء وعنده استعداد لأن يخشى، يقول الصائرون إلى الخشية، معناه عنده استعداد، فإنه يصل حائر التلف مسكين ويقدر غير نزل المدخل، ولكن عنده استعداد لأن يدخل، عنده تجرد، هذا مجرد ما يلقي السمع يقع اللقاح. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، مش نتكلموش عليه، قلب مؤمن هذا إن شاء حصل الذكر، أو ألقى السمع وهو شهيد. الإصغاء وحسن التلقي وشهود العقل حضورا، شيء لا صغيتي وعقلك شاهد حاضر، الشهود والحضور عندهم حتى كنت قاطعة نمر حتى تشهدوني أي تحضروني، تحضروا مجالسي، شهود حضور حاضر بعقله، والأدوات التلقي كلها مفتوحة لجهة واحدة، ألقى السمع ماشي وجهة سمعه قرآن سمعه، ألقى بسمعه كله إلى هذه الجهة. يعني شروط تحصيل الذكر، إما قلب مؤمن واعي حي، هذا لا كلام فيه، قد لا يحتاج إلى هذه التوسلات لأن قلبه إذا حي وجهدته كلها. شوف هذا قال البتري عنده صحيح، هذا الشيء كله إن شاء الله هذا يكون، وهذا شوية نقص يوجد لذلك الأدوات يستعان بها على أن يصل تصل الذكرى إلى هذا القلب من خلال هذه القنوات اللي هي حضور الوعي ليفهم والوعي ليتلقى المسموع كاملا. إذن هو المخرج العروة منبع العلوم، نقول شو واحد من منبع العلوم اللي ذكرنا فيه كلمة سيدنا الحافظ، وكل علم فمن القرآن وفيه أصل سائر المعاني، هذه جينا كلمة سيدنا في فضل التفسير، قال كل من لا يستطيع استخراج جل العلوم أو أصولها من الكتاب فإنما أوتي من قبل عجز رأيه في الكتاب، عجز نظره، قصور نظره فقط، هذا علم فيه من القرآن وفيه أصله. قيل لأحدهم ما أصول الطب في القرآن؟ قال أين أنت من قوله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. كل واشرب هذه أصول المجد، ولا تسرف أصول العجج في المقادير الطبية، هذا ضابط للصحة والعافية. أصولها في الاقتصاد، إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك، ما قالش وسطا، قواما، باش يقول لك قوام الاقتصاد وما به قوام الاقتصاد، الوسط بين الإهدار وبين الإقتار، بقطع المدد على ما ينبغي إمداده، وبين الإهدار، إهدار النفقات فيما لا نفع فيه ولا نماء به ولا هو محتاج إلى مثل هذا اللون من الوالي النفق، ترشيج لإنفاق بسطا وقبضا، أصول الاقتصاد. ومثلها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الشفاء في ثلاثة، شربة عسل وكية نار وشرطة محجم أو محجم، قال وكية نار وأنهى أمتي عن الكي، نهي تنزيه. وخلينا نعلم كلها استخرجت أصول الطب من هذا، لأنه الطبيب إما أن يكون بشيء يدخل كشراب دواء، وإما بشيء يخرج، شيء يخرج وهي شرطك الدم، شرطك محجم الدم الفاسد، وإما بقية تتطلب ردود أفعال صدمات، يعني الجهاز العصبي كية النار. وإلى اليوم كية النار لسعة النحل تهير نوع من كي، نوع من كي وفيها لسعة اللي هو قلنا مقلوب عسل،
عسل قلبزي لسع في نفس شفائية شيء ما اختلاف في الحاجة شيء إليه. وفما هذا منه العسل خرج من بطونها تخرج من ديلها لأن من ديلها فيه السم خرج من بطونها يعني من فمها فهو بين قوسين باش ما تنزعجوا قيء ذبابة امتى تتقال قيء ذبابة في مقام دم الدنيا قال أحسن مشروباتها العسل وهو قيء ذبابة وأحسن ملبوسها الحرير وهو نسج دودة ما نزيدوش التاريخ وانتم تعلمونها. إذن هذه تزيد في أصولي في أصول المشتايات طعاما وملبسا وموضوعا. هو المخرج العروة منبع العلوم مأجور تاليه حديث وهو في السنن سنن الترمذي سند حسن وصحيح من قرأ حرف من كتاب الله فله حسنة والحسنات 17 أمثالها ثم امتلى ليقول لك إن هذا الأجر مرتب على مجرد التلاوة فما بالك إذا كان مع التلاوة فهم وتأثر وبكاء وخشية وإخلاص لله وحسن تعهد ووقوف. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف قالوا هذا المضاعفة باعتبار قصد التالي وما حشد مع القراءة مجرد القراءة من معاني مطلوبة في باب الذكر. مجور تالي إذن عبادة ودخل في ذلك الآثار على ما فيها حديث على ما فيها من كلام في السند فضل عبادة أمتي تلاوة القرآن لأنه عبادة كل شيء ترتب عليه أجر قلنا أو اشترطت فيه النية فهو عبادة. ولسيدي أن تقرأ القرآن بلا نية ما يمكنش تهز مصحف تنوي أنك تريد أن تقرأ القرآن بتوضى مش بتغسل ولا بتقرأ يقول لسيدي بدنا نقرأه كان غير شوية مقلق وبدنا نهز مصحف نقرأ قد النية جاتك لابد من نية لأن هذه عبادة لابد من نية تريد أن أقرأ القرآن ونية التقرب إلى الله به بس يبي نقرا ليتقرب اليه. تقول لي القران تقرب الله تي ما تقرب الى الله شيء احب اليه مما قال مما صدر منه في روايه مما خرج منه اصححها بعض اهل العلم. مجور تالي وعصمه تدوم القران عصمه وهذا فضل معناه كي قلنا قبل مخرج من الفتنه ويعصمك حفظا من أن تتردد أو تضل ما دمت على صلة به ما دمت متعهدا له ظاهرا وباطنا فأنت في محل العصمة. والعصمة العصمة يقول كل الأنبياء نوع من وعي الحفظ تقول به ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل لا ينبغي أن تفهم النوافل أنها نوافل العبادة يعني الصلاة نوافل الطاعة كلها ما زاد على الفرض نفل في الصوم فرض ونفل وفي الحج فرض ونفل وفي الزكاة فرض ونفل وفي الذكر فرض ونفل وكذا في سائر الطاعات وفي البر في البر إلى الرحم أصل فرض وبر ونفلة ولا يزال يسبق ويتحرى مرضاة الله حتى في هذه الألوان التطوعات حتى يحبه الله تعالى ويقربه إليه. قال فإذا حصل ذلك حفظه فكان سمعه وبصره ويده ورجله معنى كان ذلك أي كان متوليا هذه أدواته كلها. ولذلك عنوان العلم هذا الحديث حديث الولي وهو من غرائب الصحيح غرائب البخاري وتفرد بروايته عنوانه حديث كرامة الولي على الله كرامة الولي على الله إذا كرمه صار بهذا المحل من القرب وكيف لا. وفي الحديث الصحيح في سنن ابن ماجه وغيره النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله أهلين من الناس قيل يا رسول الله من هم؟ الله عنده أهل قيل من هم؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. والأهل هم في محل الولاية من القائم على أمره متولي شأنه هم محل رعايته هم خصوصه من يتولاهم بحسن رعايته. اللهم اجعلنا منهم برحمتك. العصمة أشرنا بها إلى الحديث الذي أصله في الصحيح وتركت فيكم ماء استمسكتم به ما لن تضلوا وفي الرواية التي ساقها هنا وهي في السنن في بعضها بعض كلام وهي تركت فيكم الثقلين هما نجي عند أن في الرواية فيها في الصحيح انتقل لنا التقل قلنا هما نفس
نفشت مادته وعلى أثره وتعالى مصدره، نفش في نفسه، كان نفيسا ثقلوا هكذا بيفتح حاجة. ومنه فسر قوله تعالى إن سنلقي عليك قولا ثقيلا كما سيجيون. كلمة سنة قولا ثقيلا معنى نفيسا من ثقل وهو النفاسة، فسر ثقيلا شديدا تحمله وعبئه ومطالبه ثقيلة زم الوطأ. وقيل من تقلي أي النفاسة، نسلق عليك قولا ثقيلا أي نفيسا، فحرص عليه ولا تضيعه وتلقاه بالعناية التي تناسب مع مقام نفاسته. كل هذه أشياء، وبدليل الأمر ورتل القرآن ترتيلا إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، تفسيره بالنفاسة من حيث نفاسته، من حيث المعاني، من حيث فيوض بركات المعاني على قتله، رتل لكي تنال من نفاسة هذا الكتاب من بركاته ثقيلة. تقول هنا فلان، تقول فلان انت في اللغة اليوم المعاصرة أصله عربي، أصله من معاني القرآن، فلان وازن، شخصية وازنة ثقيلة، تقول ويوصل العقل والمعنى بالثقل في باب النفاسة، عقل راجح هالميزان، لأن الثقل عندنا يدم به ويمدح، فيمدح في باب العقل، قال فلان ثقيل العقل بمعناها راجح وازن الشخصية، ويصف به الإنسان ذو الوقار. لذلك الثقيل هنا جاءت في بابه، ليس كما يقولون ثقيل الظل في بابه، في باب الدم، هذه استعمالات اللغة في أبواب معينة. وعصمة تدوم ليس يمل، مثنوي الاعتبار. قلنا هذان خصيتان من خصائص الكتاب، وسوقهما في باب الفضل لبيان أن الخصائص هي فضائل، ولذلك أحيانا تقول خصائص النبي يعني فضائل التي فضل بها وخص بها. فالفضيلة إذا كانت قاصرة يعني خاصة، قيل فيها خاصة وخصيصة وخصيصة، كل هذه ألفاظ واردة في المرء. ليس يمل معناه بقلنا كررناه، معناه يتجدد للحاجة إلى تجدده، ويتجدد معه الفهم، معناه دائما تقول التجدد في إطار الأصول، لأنه التجدد الذي يلغي الأصول هذا لا يسمى تجدد ولا تجديد، ليس جديدا لأنه يتجاوز الأصول، جديد في إطار التوابج، توابج الكتاب ومعاني أنواع، لأنها ما انتهت. لا يمل تاليه وترداده يزداد فيه تجمونا، لا يبلع على كثرة الترداد أو كثرة الرد، ما دمت تقرأه وتتعهده بحسن التلاوة فهو يزداد حلاوة وطلاوة، ما دمت تذكره فهو كذلك هكذا تتلقاه وكأنه نازل الآن. وهذه من خصائص الكتاب أنه يتجدد، وهذه كلمة الله لأنه روح، والروح من خصائصها التجدد. الأجساد، خلينا نقول لك أحد علماء فكر التزكية، علم التزكية، يقول الأجسام من نص القرآن، الأجسام خشب مسندة والأرواح جنود مجندة، فهذه لا تفتأ تتجدد وتجدد، وهذه لا تفتأ تنحط وتتبدد، فهذه لا تجدد وهذه لا تبدد، ومسألة واضحة، كل واحد يرجع إلى أصله، هذا أصول الفناء، جسد من تراب، لا أصول الكمال، سر الروح، سنك عن روح الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا، وقسم الله الوحي روحا ولكن جعلناه نورا، ذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، سبقنا أنه لا حراك بدون روح ولا إدراك بغير نور، الله سماه روحا ونورا، وبالروح يحصلها التجدد وبالنور يحصلها هذا الارتقاء في المعارج النوران. إذن ليس يمل متنوي الاعتبار. حين سئل أحد أهل العلم بالقرآن محمد بن شعيب
قيل له لماذا تكرر وتتردد القصص أو القصص في الكتاب؟ قال حتى يحصل كل على حظي من الإعجاب. إذن فهي متكررة هي موجودة في السبع التوال ومثلها في المتاني ومثلها على اختلاف قصص الاعتبار حتى ومثلها في المفصل ومثلها في المئون في المئين. فمن لم يحصل القرآن كله حصل جزءا منه ففيه بعض منها باختصار فهو يقف على يصل نصيبه من الاعتبار. فهذه رحمة الله التي وصلت إلى كل شيء كنور الوجود الذي انتهى إلى كل شيء. مثنوي الاعتبار يعني كان قصصه المتنات وتنالي الاعتبار، والاعتبار بالقصص معناه أخذ العبرة الفائدة التي من أجلها كانت القصة، قصة يوسف لقد كان في قصصهم عبرة كلها، لقد كان في يوسف وإخوته خاصة آيات عبر تقرأ فيها آيات عبر في العلاقات اللي تكون بين الأخوة، في علاقة الأبوة، في علاقة القصر بالخادم، في علاقة المتنفذة بصاحب الاختصاص، في السجناء كيف تكون أحوالهم، فيهم فضلاء سجنوا بظلما، أمور كثيرة تقف عليها في قصة واحدة كلها صالحة للاعتبار، لأن لتعبر منها إلى قصة الحياة فيك معك أو مع غيرك. الاعتبار قياس. اعتبروا يا أولي الأبصار، استدل به الشوكاني رحمه الله في مطلع باب القياس، قال ودليله من القرآن فاعتبروا يا أولي الأبصار، يعني قيسوا استعملوا القياس، لأن القياس فيه عبور من أصل إلى فرع بجامع أو بعلة تصحح الإلحاق. إذن فيها عبور عبر الجسر اسمه العلة الملحقة، ولا إذا انتفت الفروق الصادة. حامله الوارث، شو نبي ذاك الآثار؟ سيدنا عبد الله بن عمر وهو من حفظ القرآن فكأنما أدرجت نبوءته بين جنبيه إلا أنه لا يوحى إليه. وهذا يعدده قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباد، وهذا المصطفون من عباد الله هم حملة الكتاب، والمورثون لهم هم أنبياء الله وخاتمهم سيدنا. لذلك قال ثم أورثنا الكتاب، من قال إن أل هنا للعهد وهو القرآن، فالمصطفون هم الذين حملوه من بعد النبي، والذي أورثهم هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. بإذن الله أورثنا الكتاب فعنقناه الذين اصطفيناه من عبادنا، لأنه لا يمكن هذا أن ينزل على، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد يكون الخراسي بإذن الله. قيل هذه طبقات الناس بحسب مواقفهم من الكتاب، فيهم مقتصد وظالم في حقه ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هذا الذي سبق إلى كل فضيلة، وهذا الذي اقتصد فجاء بالفرائض، وهذا الذي قصر المقصر ظالم، والمقتصر على الواجبات هذا مقتصد، والسابق للخيرات الآتي بالفضائل والنوافل بعد أصول الطاعات هذا سابق بالخيرات بإذن الله. ثم هم في النهاية إن شاء الله على ما صح في الحديث عن رسول الله بأنهم بين من هو شافيه وبين من هو مشفوع له بحسب ما سبق في علم الله من أن يكون الشفاعة له قبل أو بعد أن يلله نصيبه من النار، اللهم إنسانك العفو والعافية ومعافاة الدائمة. حملوا الوارث مصطفى الآية خيار، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وجابتم بلفظ أفضلكم ولا يحفظ هكذا ولكنه رواية بالمعنى فهي مقبولة، أفضلكم خيركم، وربما أغنهم خير وصنع قولهم أخيار منه وأشر، أخياركم خيركم، هذه في اسم التفضيل الفصيح فيه أن يقال في باب خير وشر خير فلان وخير فلان، نقول أخيار وهو القياس هو أخيار، ولكن الأفصح خير، كثرة استعماله استثقلت الهمزة فسقطت، يقال فيه خير بمعنى أخيار منه، خيركم أي أفضلكم يطلق، ذلك فسعة مفصلة في ذلك الأطر، تعلم القرآن وعلمه وشافع، وهذا حديث في السنن بأسانيد صحيح، القرآن شافع مصدق وماحل محقق، شافع مشفع وماحل مصدق،
جاء وضعه أمامه قده الجنة وضعه خلفه قده إلى النار. الإعراض عن الذكر، جاء أمامه دائما بين عينيه، يستذكره، يتدبره، يتعاهده، يأمر به، يدعو إليه، يجاهد نفسه في استكمال ما بقي عليه من واجبات الكتاب. كل هذه ألوان من الاجتهاد. سنطلب من الاجتهاد في الكتاب، قل جهاد بالكتاب. قال تعالى وجاهدهم به، جاهدهم به بهذا القرآن، جاهدهم به جهادا كبيرا. وشافعون وفضل ربي، قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك، في أثر صحيح عن الشريف عن سيدنا عبد الله بن عمر قال فضل الله القرآن ورحمته أن جعلكم من أهله، من أهله مؤمنون به، من أهله حفظته، من أهله متدبرته، من أهله الرافعين له المجاهدين من أجله. وهذه ألوان من الصلة بالكتاب لها حساب، لا حسابها. وله تنزلت ملائك تجله، حديث أسيد، حديث كثيرة، أسيد أسيد بن حضير في الصحيحين، اقرأ أسيد، إنها السكينة، وفي رواية إنها الملائكة تنزلت للقرآن أي لأجله. في رواية فيها فضل سورة الكهف، سورة البقرة أحيانا، وفي أحاديث وهي صحيحة مطلقة تنزلت للقرآن، معناها أن هناك ملائكة لهم هذه الخصوص، خصوصية تنزل للذكر، ملائكة يلتمسون الذكر كما في صحيح مسلم، إن الله ملائكة يلتمسون الذكر حتى إذا وجدوه قال بعضهم لبعض هلموا إلى حاجتكم، حاجتهم اللي مكلفين بها هي هم اجتمعكم يبيتون كتاب الله إلا أحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة، والحديث في صحيح مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسيد اقرأ أسيد، اقرأ أسيد، إنها تنزل السكينة تنزلت للقرآن، ولو ظللت تقرأ، ظللت تقرأ، لرأيناها أو لرأها الناس، رأوا ديك السروج، إنها ظلة غمامة وفيها أنوار أضواء سروج. وقال النبي لرأها الناس، رأوا الظلة وفي السروج، أو رأوا الملائكة بحسب ما تمتلوا به، إن الملائكة يتمثلون، وهذا أمور يتمثلون بالنورانية أقرب لنا، أقرب إلى أصلهم، تمثلهم السرج أقرب إلى أصلهم الذي هم منه، هم أنهم أجسام نورانية كما في الحديث في صحيح مسلمين أيضا. وألحق الماهر بالقرآن بملائك كرام الشان، الماهر بالقرآن مع السفرة، يعني ليس هو من السفرة أصلا ولكن معهم، والمعية صحبة بالشبه وصحبة بإحاق الرتبة بالرتبة، الله ترقيهم إلى مرتبة الملائكة الكرام. كي قلنا قبل الملائكة تنزلوا القرآن وينزلون لحامل القرآن، فالله يرقيه إلى مقام السفرة الكرام. والحديث في الصحيحين معهم، الصحبة هنا أنه في صحبته فهم يحضرون مدام ماهر. الماهر يطلق على الحاذق بالشيء حفظا، الحاذق به تدبرا، والحاذق به الماهر به تعهدا، كثير تلاوة تلاوة. إذا بالطبع ما دام يكثر فهادو فين تيمشي؟ هادو دائما معاه، إنهم يتنزلون للذكر. فأكثر صحبة من الناس للملائكة هم الماهرون بالقرآن، ماشي الهاجرون، ماهرون، ماهرون بالقرآن معه، الله تيعطيهم جزاء من جنس العمل. لأن السفرة الكرام، السفرة ملائكة خصوص يسفرون بين الله ورسله في حمل الوحي، وهؤلاء يحملون الوحي للناس ويعلمونهم، ماهرون حتى في مقام تعليم الكتاب للناس وتمهيرهم به، ماهرون وممهرون لغيرهم بهذا الكتاب. سفرة جمع سافر وهو الكاتب، ومنه الأسفار أي الكتب، سفر إذا كتب، الملائكة الكتبة الذين يكتبون الوحي. أقول يا هذا يكون كجاوة، الكتاب كان يستنسخ من لوح المحفوظ في أحد الأقوال، ثم حين نزل إلى بيت العزة بسماء الدنيا استنسخ من الكتبة، هذا أمر بكتابته ونزل في بيت اسمه بيت العزة، من البيت المعمور إلى بيت العزة.
على أن سميته كتاب كانت إذن قبل أن يكتب بأيدينا نحن، كتبه الملائكة إذن فهو كتاب قبل أن يكون. ولذلك يعني سميته بالكتاب جاءت في القرآن المكي الأوائل الكتاب قبل أن يكتب كله، ففيها إشارة إلى أنه مكتوب. قال تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام، والمراد بهم الملائكة. فالمكان إذن التقى إلى مقامهم بسبب هذا اللون من ألوان المهارة بالكتاب، مهارة بالشيء أتقنه غاية. وهذا قلنا انطلق على الذي مهر به في جانب الحفظ، ولكن لا نقول اقتصر على ذلك، بل زاد فمهر به في جانب الفهم، ثم مهر فيه في جانب الإيصال، إيصال الناس وتعليم كيف يوصل الكتاب، يوصل لفظه في باب تعليمهم، مهارة بالتعليم، مهارة بالتفهيم، فهم الكتاب، تحصيله، توصيله، تنزيله على الوقائع. وأن من المهارة ولكن من الرتبة في المعية إن ملائكة كرام كتاب هذه منازل لك من مقام الصحبة بقدر ما لك من المهارة في المقامات كلها. والله لا يضيعك، لن يضيع متصل بكتاب مبارك كل ما فيه بركة، ومدد يديك بحسب ذلك إليه. ثم حين وصلنا هنا إلى تكمل، وصلنا إلى مبحث صور الاعتصام به، إذا كان كل هذه الفضيلة هو المخرج العروة منبع العلوم مجور تالي وعصمة ليس يمل متنوي العشبار حمله الوارث مصطفى شافع فضل ربي وله تنزلت ملائك تجله وألحق كل هذه الفضائل. هنا صوروا الاعتصام لكي تعتصم به، لا يحصل الفضل إلا بهذا اللوم والاعتصام. وصوروا الاعتصام كثيرة، تعتصم بالاستمساك، ما تضيع حظك منه حفظا، ما يجوز أكل، ما تضيع حظك منه فهم، ما تضيع حظك منه عمل، ما تضيع حظك منه تأثر بمعاني الكتاب لتزكية هذا الباطن بمعاني الكتاب المتنزلة، ما تضيع حظك منه بالدعوة إليه وتعليم الغير. لأن تغدو إلى مسجد، من غدا إلى مسجدين، يعني أي مسجد، فتعلم آيتين أو علمهما كان له أفضل من ناقتين كما كوماوتين، أي عظيمة السنام، أي من أن يكسبهما ويتصدق بهم، يعني يكسبهما هذا شنو مال دنيوي له شأن، وتصدق بهما أجر أخروي له شأن، يعني احسن لك من تتعلمهما أو تعلمهما. لذلك رتبنا على هذا، فاعتصما لا تهجر لا تضيعي حقوقه تلفيه خير شفعي. إذا الاعتصام تتنزل علاش لا تهجر القرآن كله، وهنا فيه الحديث الحاكم اللي فيه إن من أشراط الساعة أي نذور الخيامة، تسمى أشراط الساعة أو علامة الساعة، معناه إعلام مقلق بأن الساعة على الوشك خصوصا الكبرى منها، أن تتلى المثنى توجد الحديث ما فلا تنكر ولا تغير، ومثنى قال مستحدثة من كتاب غير القرآن، معناها يقبل على تلاوة غير الكتاب والإقبال على غير الكتاب ويهجر الكتاب. فهذا لون من الهجرة، إذا قلنا هجرة لا تهجر ولا تضيع حقوقه وإن أقمت حروفه، يعني في الحديث لأن سيأتي أناس يقيمونه إقامة القدح، يعني في ألسنتهم يتعجلون أي أجره ولا يتأجلونه، في رواية لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، حظهم من الكتاب تلاوة لم يصل إلى هنا، لا يبلغ لا يجاوز التراقي الحناجر، وقلوا قرآن حنجرة، قرآن حنجور وجمهور، أما قرآن إيمان وسكينة وفهم وصل بالله ثم إشاعة للهدى في الناس وإقامة الحق فيهم دعوة إليه بر. إذن هؤلاء كأنهم إما منافقون لا يؤمنون بنا الكتاب، وإما وصلوا من الغفلة غايتها بسبب التأثر بالمادة وفساد القصد، لأن يعني فساد القصد يحرف البوصلة يضيع السعي
يفسد الكسب مطلقا. إذا ضاعت المقاصد فسد كل شيء. إنما الأعمال بالنيات، بالنيات اعتبارها أو إسقاطها. أعمال بالنيات اعتبارها أو إسقاطها، اعتبارها أو إهدارها راجع إلى النيات، بها تقوم أو بها تضيع. فاعتصم من لا تهجر لا تضيعي حقوقه تلفيه خير شافعي. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، آمين. والحمد لله رب العالمين.